عاوز تعرف يعني ايه القطاع الزراعي لازم تروح بنفسك وتشوف. في رحلتي في اسأل مجرب بروح من محافظة لمحافظة، من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية، اشوف وشوش سمحة وبقابلهم واتكلم معاهم. النهاردة وانا في محافظة البحيرة لفت انتباهي مشاتل الفراولة. فعلا الناس بتستعد من دلوقتي علشان محصول مهم جدا، خصوصا ان احنا ناجحين فيه وبننتجه بمواصفات قياسية بنصدره. النهاردة هوريكم نموذج جديد جدا لمشتل، لكن عندهم مشكلة كبيرة، نسبة الملوحة في هذا المكان 1200 جزء في المليون في المية. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك يا حبيبي. الله يخليك. حاجه سعيد الرملاوي. ازيك يا حاج سعيد؟ الله يسلمك يا حبيبي. وانا جاي كنت بسال على المكان هنا، الناس كلها بتحبك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الحمد لله. ده طريق المطار القديم. طريق المطار القديم. احنا كنا لسه قريب هنا حوالي 3 ساعه جنبك. الناس كانت بتشتكي من نسبه الملوحه. بتشتكي من نسبه الملوحه. على مستوى المنطقه ديت في نسبه ملوحه عاليه. 1100 و1200 بتاثر عليكم بقى. بتاثر على الزراعه اللي قدامك دي. بتعمل في ايه؟ طبعا دي بتدي لها جهاز. قبل الجهاز مع احمد بتنشف. بتنشف الزرع. بتنشف الورق وبتعمل صدع على الورق وبتبوظ الدنيا. لسه في واحد بيقول لي تخلي الورق متشعوط. بتشعوط له مغطى الورق ده كده. الحروف دي. فطبعا كلمنا الباشمهندس محمد. جاب لنا الجهاز يشفر والجهاز راكب. وبقاله قد ايه؟ بقاله حوالي 40 يوم. 40 يوم. 40 يوم 50 يوم حاجه زي كده يعني. انا لسه بتكلم مع مزارع قال لي بقاله شهر، مزارع قال لي شهرين. حضرتك بتقول لي 40 يوم. لا 40 يوم من 15 يوم. من 15 يوم بيتحك. ايه اللي حصل بقى؟ عشان في الفتره دي 15 يوم دول لو في نسبه ملوحه عاليه ممكن تزعلني برضه. ايه اللي حصل 15؟ ال 15 يوم ده بقى فيه تحسين في الزراعه. يوم عن يوم بحس بالزراعه بتحسن جدا. يعني الازمه اللي طالع جديد دي ما بيشعوضش. الورقه القديمه اتشعوضت. باينه بقى، انا بشيلها بقى. الجديد طالع نظيف بالنسبه لنسبه الملوحه. الجهاز اللي ركب دي. طبعا بتعمل ايه الاول مع الملوحه؟ بتضيف لها حاجه ولا والله لو ضفت وعملت برضه مفيش فايده. هو نسبه الملوحه عاليه في الارض. وطبعا الارض بقى نسبه ملوحه وما نسبه ملوحه بتزعل الزراعه. الناس ما حصلتكش قالت لك ابعد عن الفراوله، ده الملوحه مش هتنجح معاك. والله هي الناس بتحذر بعضها. هي شغلتنا دي. هي شغلتنا دي مفيش غيرها. هنغيره نزرعه ايه بقى بعد كده؟ يعني قسم تاني غير الفراوله اقصد. اي محصول غير فراوله الملوحه بتزعل. بتزعله فعلا يعني. 15 يوم دول زرعت فائت والمواد القديمه بشيلها. يوم عن يوم بحس بالزراعه حلوه وفايقه ودي 100 100. ما شاء الله. هو مثلا مساحته قد ايه؟ مساحته 17 قرار. 17 قرار. عايزك تقول لي الشتلات بتاعتك والمتابعه والمعاملات الزراعيه، في حد بيتابعها معاك؟ بتجيب الشتلات منين؟ انا بجيب الشتله من المنطقه من عندنا. ناس بتعملها وبجيب. بترقطها لمقطف صوب وبنجيبوها. والناس امينه يعني، مش ناس. انت سمعت ازاي عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي؟ عرفت ازاي عن التطور؟ والله طبعا في ناس ركبت جاري بريحي فقعدت معاهم فشكروني في الناس ديت فادوني رقم التليفون فاتصلت بالمهندس محمد. المهندس محمد جالي ركب لي الجهاز وبقى متابعني كل 15 يوم الاقي بالعربيه هنا يتابعني. في تحسين في تحسين. وراجل جاب لي مهندس زراعي تاني برضه عشان يتاكد بالكلام يشوف الزراعه بتاعتي. انا اللي يهمنيت انت راضي عن النتيجه في خلال الفتره الصغيره دي؟ الحمد لله. الحمد لله. وفي حاجه ما حدش في حد عنده اساسا يعني. ما حدش ايه؟ ما حدش في حد عنده. دي ارضك. ارضك وزرعك. والجهاز ده لو فيه غلطه انا مش هفهم. ايوه. ما يلزمنيش. انما الجهاز حلو وبكلم اي بني ادم خلقه ربنا على مستوى الارض لو عنده ماسوره بدل ما يدقه ماسوره يجيب جهاز على الماسوره. قول الكلام ده للناس اللي بتشوفك النهارده. انا بتكلم انا مع حد شافني تاني. قولوا للكاميرا دي. اي واحد زراعي بيزرع يجيب جهاز ويركبه على الماسوره بدل ما يدق الماسوره ب 20,000 ويحط ايده على خده تاني ويتندم ويحزن عياله ويحزن بيته. الجهاز بفك المشاكل دي كلها بالنسبه للزراعه قدامك. انا ما بتكلمش حدا قدامك. والراجل ده امين والجهاز مدته 20 سنه ضمان 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 ضمان. عشان كده اسأل مجرب الفلاح الأصيل اللي بيحب أرضه. وعلى فكرة الفلاح المصري هو اللي علم الدنيا الزراعة. فلما يجي بيشوف حاجة جديدة قال لك إيه؟ قال لك رحت قعدت مع جيراني وسألتهم وشفت التجربة وشفت النتيجة فاطمنت فابتدى يركب التكنولوجيا. عشان كده دايما بقول اسأل مجرب.